طبيعة الفجيرة الساحرة بجبالها ومزارعها كانت صاحبة الأثر الكبير في نشأته وتكوينه. من الجبال استمد الشموخ والصلابة، فيها بدأت أحلامه في أن يكون ملاكماً محترفاً. فشهدت صخورها على إصرار البدايات، وكانت رفيقة دربه في رحلة من التحديات والتعب من أجل تحقيق حلمه. حسين الشمار ابن الفجيرة، لاعب منتخب الإمارات للملاكمة، الذي عشق هذه الرياضة منذ الصغر، فكانت سبيله نحو التفوق الدراسي وطريقه نحو تغيير حياته ووسيلته لتشريف وطنه ورفع علم دولة الإمارات عاليا. حصل على تصنيف رقم 74 من قبل الاتحاد الدولي للملاكمة على مستوى العالم في وزنه. قصة من قصص النجاح لبطل من أبطال الإمارات لم يكترث للصعوبات ولم يأبه بالتحديات ليحقق الانتصارات محليا ودوليا في رياضة الفن النبيل. حياكم الله مشاهدينا في كل مكان. حلقة اليوم حلقة مميزة مع واحد من أبناء إمارة الفجيرة، عشق رياضة الملاكمة منذ الصغر، وكان عنده إصرار كبير أنه يكون واحد من أبطالها. قدر في فترة قصيرة أنه يثبت نفسه ويكون واحد من أهم الملاكمين واللاعبين الموجودين حاليا في الساحة. مشاهدينا، ضيف حلقتنا اليوم لاعب منتخب الإمارات للملاكمة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الملاكم حسين الشمار. اليوم راح نتعرف على أسرار حياته وهواياته وتحدياته، وخلوكم ويانا. من جبال الفجيرة استمد القوة والصلابة. واجبنا أن نرفع علم الإمارات عالي في كل البطولات. أنا حسين الشمار، ولد الفجيرة، وهذه قصة نجاحي. حسين، شرفتنا ونورتنا انك تكون بطل من ابطال برنامج ابطال الامارات. طبعا يشرفنا ذلك، شكرا لتلبيتك الدعوه اليوم. طبعا انا سعيد جدا اني انا متواجد وياكم مع طاقم التصوير، مع الناس كلها في هالاجواء الحلوه. على طاري التصوير وعلى طاري المكان الجميل هذا، انا يوم كلمتك حسين وقلت لك حابين نصور معك حلقه ونجري معك يعني حوارات في هذا البرنامج، في حلقه من هذا البرنامج، قلت لي تعال علي اي يبال، يعني ليش اليبال؟ صار عندي فضول انه بوصل عندك وبسالك هذا السؤال. شوف، اول شيء اللي مالي اول ماله تالي. انا اولي زين وتاسيسي في اليبال، انا مولود في الفجيره. في الفجيره زين ركبت حافي بدون نعال، سويت نشات في مزرعه ابوي زين في الحيل، منطقه الحيل، منطقه جبليه.
ركضت حافي بدون نعال وسويت يعني نشأتي في الفجيرة. أول ما تروح لجبال شو الطقوس اللي تسويها؟ شو الأشياء اللي تحب أنك تبدأ فيها يومك في الجبال؟ أوري الضوء، هذا أول شيء أسويه. يا سلام. حطب زين، مش أي حطب، حطب السمر زين، والحطب السمر عندك دلتك عندك شاي وضبط أمورك. أنت قلت لي تعالوا عند الجبال ونصور عند الجبال والمناطق الطبيعية الجميلة هني في إمارة البجيرة. يعني نحن متواجدين في يعني قلعة الحيل، في جبال الحيل، في أجواء الحيل، هاي المنطقة الجميلة اللي هي مزار لكل الناس. أنت شو اللي تبغي من الطبيعة؟ يعني ليش أنت لجأت للطبيعة؟ يعني في إنسان ممكن يقضي طفولته في الفريج بين الأصدقاء الصغار يلعب كورة، ليش أنت رحت للجبال؟ يعني بس إن حبا في الطبيعة ولا في هدف عندك؟ والله شوف، أول شيء توك من الشارع صح؟ نعم. قبل ما تفش الشوارع زين، طب ما كانت في شوارع، كان قرقرة، كانت كتش، كنا نيجي زين نمشي حفاي، والله العظيم كنا نوقف مزرعة أبوي عند أول وين البيوت، وين دخلت البيوت ورا البيوت مزرعة أبوي هناك موجودة لحد الآن موجودة. نعم. زين من هناك نتقدم لين الفريق، أول شعبية بعد شعبية ننزل شو اسمه، ما في طريق نكمل. الشيء اللي خليني ليش طبيعة، والله هالشيء ما تعرف، أنا عن نفسي اللي اكتشفته من نفسي إن أرجع إلى أولي لبال الماضي، بدايتك. هي بدايتك. شو كنت تسوي يوم كنت طفل، يوم كنت صغير، يوم تصعدوا لليبال، يوم تروح على اليبال؟ كانت في احيانا بعض اليهال او بعض الاولاد الصغار اذا يطلع جبل الحين حتى في الوقت الحالي يقول اطلع جبل مثلا، يقول لك اخاف، اذا اخاف اطلع وما ارجع. حتى الكبير في العمر اذا يطلع يخاف ينزل. انت في هذاك الوقت شو كان شعورك؟ كيف تطلع يبال؟ بذكر لك موقف كان، كنا نحن وعيال عمتي زين موجودين زين، واتمنى انهم يتابعوني اوكي ويتذكرون بعد الموضوع زين. ورا مزرعه ابوي زين شيك صعد الجبل، كنا نتحدى انا وياهم، كنت اتحدى منو يصعد اول واحد، كنا نركض حفاي، كنت انا دوم افوز عليهم. انت تمشي في تدريبات جبليه، شو هو نوع التدريبات؟ شو نوع الأشياء اللي تسويها؟ الطقوس الرياضية نسميها؟ طبعاً زين. أنا قبل كل بطولة مدة أسبوعين زين أدش في ترين كامب معسكر تمرين زين، هذا داخلي، هذا بين يعني ما حد يعرف عنه. خلال في ضمن هالتمارين الشهرين في الأسبوع، كل أسبوع تمرين يكون فوق صعود الجبل، جري مدة ساعة كاملة، أجري ألعب تمارين في جبل جيس، في منطقة هناك في صوب الصعدات، وأتمرن تمارين صوب الدرج زين، والتمارين الملاكمة عادية يعني، أتمرن التمارين الأساسية حبل، شادو بوكس، تمارين بالصخر، ها يعني كل تمارين ناتشرال طبيعي. نعم. يعني بدون أوزان بدون أي شيء، كله بالصخر. تستخدم الصخر كوزن. أيوة. في التمارين. أيوة. تمرين عندك. ايوه طبعا الموفمنت، الملاكمه شو الملاكمه طبعا موفمنت، حركه. نعم. وضرب كله يكون في الهواء، تخيل احد قدامك وتضرب وتتحرك يمين يسار. تمارين تقويه طبعا، في تمارين بالصخره اوكي، في تمارين ترمي الصخره. نعم. وتمارين اللي هي الدري اوكي، في الجامب. حسين خبرني عن الناس اللي كانوا دائما يشجعونك، رفيق دربك، حد كان دائما ملازمنك انك تكون في يعني هذه الخلوه، في هذه يعني الطقوس الرياضيه اللي كنت تعيشها. طبعا انا جت فتره انعزلت عن العالم ورجعت مره ثانيه للعالم مره ثانيه. يوم رجعت للعالم مره ثانيه في شخص اللي جاني وقال لي حسين تعال ارجع ملاكمة، العب ملاكمة، لاعب بطل الإمارات حسن المدني، أول إماراتي
يتأهل إلى تصفيات بطولة عالم حسن مدني. طبعا العارف لو يعرف والكل يعرفه. نعم. هو السبب الرئيسي اللي خلاني أرجع للملاكمة. طبعا احنا نوجه له تحية من خلال هذا المنبر، نقول له يعطيك العافية وأن شجعك أنك ترجع لرياضة الملاكمة. حسين، خبرني بعد أكثر عن دعم أصدقائك، يعني مساندة أهلك لك أنت، يعني الناس المقربين عند حسين، كيف ساندوه، كيف شجعوه، كيف كانوا يهتموا أنه يستمر في رياضة الملاكمة؟ طبعا لولاهم هم، طبعا بعد الله سبحانه وتعالى، لولاهم هم من أهلي أصدقائي وربعي، دعمهم لي تشجيعهم حقي أنا، طبعا قوتي من بعد الله سبحانه وتعالى استمدها من جمهوري، من أهلي، من إخواني. هم اللي دائما يقولوا حسين لا تستهين في نفسك، لا تستهين في نفسك، عندي عمي حسين لا تستهين في نفسك، أنت بطل لا تستهين في نفسك. عمري ما أنساها، كل بطولة أسيرها هالكلمة ما تروح عن بالي، أسمعك صوت عمي حسين أنت بطل، حسين أنت بطل. هاي الكلمة أنا أشوفك متأثر فيها وايد، شو خلت في داخل وجدان حسين؟ يعني شو خلت في داخلك حسين؟ حسين أنت بطل، حسين أنت بطل، أنت الحين قاعد تلعب، شو اللي تتخيله لما تتذكر هاي الكلمة؟ شو الشعور اللي يجيك؟ أنا يوم أكون في أي بطولة وأتذكر كلام الناس حسين أنت بطل، حسين أنت بطل، ترى حمل ثقيل. ها مش كلمة بسيطة، هذه أنت شايل حمل. يوم الناس تقولك أنت بطل، أنت مش بطل بطل فريق ولا بطل إمارة، لا أنت بطل دولة. حسين، إذا جينا نسألك ونقول لك يا حسين أنت كيف حبيت رياضة الملاكمة؟ رياضة الملاكمة عنيفة. السبب الرئيسي اللي خلاني أدش ملاكمة، اللي خلاني أختار الملاكمة، أول شيء بتكلم فيه زين التنمر. كان الناس تنمر، أنا كنت صغير. نعم. زين، وكنت ذكي دراسة والناس تتنمر علي، ها أول سبب نرجع لها التنمر. كيف عرفت إن الملاكمة كيف اكتشفت الملاكمة فيني أنا؟ كان طبعا كل مدرسة في حصص رياضية. نعم. خلال الحصة الرياضية جاي مدرب لحد الآن الله يحفظه كابتن مؤسس الأبطال كابتن عادل العشري. أكيد. إيه زين، جانا أيام المدارس زين، وكان يتذكر كابتن محمود. تعرف كابتن محمود؟ نعم. كابتن محمود ايام كان هو مدرب الرياضه، مدرس الرياضه. صح. يجمع من الحصص، من الحصص ويجيبنا لين صاله رياضيه، صفنا طابور وجاء كابتن عادي يختار لاعبين، يطالع يشوفني كان يقول انت ويهك ويه ملاكم، تعال انا بدي اياك. قال انا بدي اياك. هني اكتشفت عمري اني هني حبيت الملاكمة. كان في شرط بين أهلك وبينك أنت شخصياً، إن إذا يعني في موضوع. أيوة. شد حيلك بالدراسة، زين. شد حيلك بالدراسة وخلاص خليك تلعب ملاكمة. شد حيلك بالدراسة، زين، وكنت ذكي الدراسة وكنت أخلص دراسة، زين، وألعب ملاكمة. الشيء اللي حببني في الدراسة الملاكمة. شو اللي وفروا لك إياه؟ شو الدعم اللي عطوك إياه؟ بعد ما انت اعطيتهم النسبه هذه الجميله في الدراسه. الله يحفظ الوالده. آمين. يحفظ الوالد. آمين. زين، ما قصرت معي الوالده، ما قصرت معي. اول درس في حياه حسين الشمار في رياضه الملاكمه شو هو؟ الانتظام، الديسبلين، الالتزام في المواعيد، الانتظام بالوقت، الالتزام بالوقت، كل شيء يكون في وقته، ما في تاخير، وما في ان تنصرف من وقت، لا تبدي من وقت زين وتخلص بالوقت، ما تخلص قبل الوقت ولا تخلص بعد الوقت، تخلص بالوقت وتروح. هذا الشيء اللي حببني، اللي خلاني احب الملاكمه واحب الدراسه بنفس الوقت. اوكي، خلاص احنا انتهينا في من مرحله الدراسه حسين، ندخل لمرحله الملاكمه والتدريبات وش اسمه. كان عندك اصدقاء في الرياضه او في المدرسه، يمكن بعد المدرسه ما نصحتهم انهم يجون معاك يتدربون؟ حد مثلا انت شرحت له عن رياضه الملاكمه، او حد قال لك حسين انت ليش رايح على الرياضه؟ هاي رياضه يعني شرسه نوعا ما، فيها اصابات في الوي في الكذا، يعني اعطاك معلومات يمكن ما يعرف شيء عن الملاكمه، صح؟ كيف تعاملت يعني معاهم؟
والله بقول لك تتعب اللي كانوا وياي بالدراسه وينهم الحين؟ وين؟ ضباط مهندسين ودكاتره ما شاء الله. والله العظيم ثلاث انواع في الدوله وخارج الدوله، حاليا موجودين بالفجيره، مهندسين بالفجيره وطيارين وضباط. زين كل واحد صار بمجاله، انا شفت مجالي ملاكمه، هو هذا العالم مالي. هذا العالم مالي. فالناس تقول لي حسين شو سويت في حياتك، ناس تسالني حسين احنا الحين مهندسين احنا هذا، انا اقول لهم انا قاعد استثمر في نفسي، انا قاعد استثمر في نفسي فعلا. هذا اللي قاعد اسويه، انا قاعد استثمر في نفسي، ادفع مبالغ وقدرها علي، انا اداوم اشتغل زين، عندي راتب كل شهر، قاعد اجتهد اصرف على نفسي، معتبر نفسي انا مشروع وقاعد اصرف عليه. سافرت امريكا، سافرت اوزبكستان، سافرت فرنسا، امس راجع من فرنسا، يعني اي دوله اسيرها جنطه الملاكمه لازم وياي، قفازي لازم وياي. حسين خبرني عن دعم اسرتك لك، خبرني عن دعم زوجتك لك في مشوارك الرياضي. كيف شفت يعني حسين مع زوجته في ظل هالانجازات هذه ويعني النجاحات؟ طبعا في وراء كل بطل، وراء كل نجاح، في اشياء غير مرئيه، اشياء مرئيه واشياء غير مرئيه. نعم. الاشياء المرئيه الفوز، النجاح، انت بطل، وانت 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 وانت. الاشياء غير مرئيه شو هذه؟ دعم الزوجه، دعم الاهل، دعم ودعم ودعم دعم الاسره. طبعا وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. النجاح اللي انا فيه حاليا لولا الله سبحانه وتعالى ثم زوجتي لان 24 ساعه معي. نعم. زين ما كنت وصلت لهالمرحله هذه، والحمد لله لك يا رب. حاليا بطل الامارات بلا منازع، ومصنف عالميا، وقمت الحين محطيني في الماب في خريطه الملاكمه اي بي اي، في الاي بي اي محطيني في الماب، موجود حسين جمال. اي موجود حسين جمال موجود، ومصنف عالميا 74 74 على مستوى العالم في منظمه الاي بي اي. حسين تستاهل كل خير، يعطيك العافيه. نحن يعني سعداء في هذا الحوار، ولكن بما أننا نحن موجودين في هالجبال الجميلة، في هالأجواء الجميلة في إمارة الفجيرة، شو رأيك نروح لتدريب خاص جبلي معاك؟ أنا قلت لك قبل أن أي وقت تبغيني حق التمرين أنا جاهز، وإحنا بنشوف تمرينك. أغراضي في السيارة جاهزة، يعني ببدله بيك. جاهز؟ مرة جاهز. يلا عطنا 5 دقائق وبجهز لك إن شاء الله. شو يا حسين؟ أشوفك اندمجت في التمرينات. إيه خلاص هذا عالمي. صراحة احنا شفنا لك التدريبات هذه والتمرينات الجبلية واستانسنا وايد، ولكن هي يعني نقول تمرينات صعبة صراحة يا حسين في الجبال. هذا ولا شيء والله العظيم. زين أتمرن هاي يمكن نص ساعة 40 دقيقة، تمارين تكون ساعة ونص إلى ساعتين. لكن انت اندمجت في التدريبات صراحه. طبعا انت وين يا بني مكاني، وين مولود. يعطيك العافيه. يعطيك العافيه يا حسين. انت ما قال شو يعطيك العافيه، انت ما قال الحين بعدنا في المغرب، انت ما قال يوم كامل. هي صح، ما قد عش وياي الاجواء ملاكمة. اكيد بعدنا في مكان ثاني. انا ما قضى عمري هنا 24 ساعه هنا في اليبال. انت شو قصدك؟ ابي في جيم، في تحدي. في تحدي حبيبي. يعني انت بتدخلين تحدي؟ هو نعم. لا 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 خلاص لا 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 رجعنا لسالفه التحديات. لا لا تحدي. اقول لك حبيبي انا اتحدى اي واحد، اتحدى واحد في الماراثون، ترايثلون، في اي رياضه، في السباحه، لكن بوكس حبيبي لا لا بشكل اليوم بتورم. انت فتحت عمرك باب؟ لا لا تحمل. انت شو قصدك؟ شو قصدك حسين؟
انا جايب لك البرنامج هنا عشان نصور الكاميرات وشغل يعني وناسه. دقيت الباب علي انت وما دقيت؟ دقيت الباب. تحتك الباب. انت شو قصدك تحدي يعني؟ تحتك الباب تعال. حبيبي بتحدى اي واحد. تعال. لكن اتحدى ملاكم انا اليوم. لا حول ولا قوة الا بالله. دام اني فتحت الباب لك ادخل. اسمينا اليوم وارم الوجه. انا جاهز. خلاص اجهز. اوكي تعالي. انا موافق على التحدي. موافق موافق موافق. توكل اجهز تعالي. توكل توكل توكل. خليني بطلع فاصل. بطلع فاصل وببدل ملابسي. اوكي يلا. على فكره انا بس شاد حيلي، انتوا ما تعرفوا السالفه. والله العظيم اني خايفان الحين. بيعطيني بوكس واحد هنا وهنا واحد منتهي. انا لا تروحون بعيد عشان تشوفون البوكسينج بعد الفاصل. يلا يا حسين. طبعا كان تمرين جدا جميل. قلت لك ما تروح صراحه. قلت لك تتعب. قلت لك انت كنت بتغدر فيني صراحه. يعني. ايه انت من اصلا. شوف احنا من يوم كنا في اليبال وانت قاعد بس تبغيني اوصل للحلبه. شوف الحلبه برا الحلبه اعتبرني شخص برا الحلبه 360 درجه تغير. يا سلام. هي والله. لا لا نعم. انت شفت بروحك شفت. انت بروحك شفت الحلبه غير راح البغير داخل حلبة غير. خبرني حسين بعد على سالفتك في أول صعود لك لحلبة الملاكمة. متى كانت وين كانت وشو سويت؟ والله بخبرك على أول بطولة دخلتها. أول بطولة شاركتها كانت في مدرسة كمكم. شاركت فيها والله ما بصدق. أول بطولة شاركت فيها إذا أنت كنت واقف ويا الجمهور في الجمهور وبتشوفني انا كيف كذا سويت حب تقول هذا ما بيسوي شيء، ما بيتحرك، ما بيسوي اي شيء. فاول بطوله شاركت فيها كنت لاعب مع لاعب قديم زين وعنده انجازات، وانا كنت اول مره. وحتى المنتخب يميل المنتخب يشوفوني يقولي انت منو؟ كابتن عادل يقول لهم هذا حسين اللي قبل كان صغير. حسين الصغير كبر زين. صعدت الحلبة زين. رياض طاح قاضية. هذا أول بطولة كان حقي. أول بطولة تخيل. أول بطولة زين. رياض طاح قاضية. وريال قديم في الرياضة وأنا مبتدئ قديم في الرياضة. طاح قاضية المنظم متوهق. تعال حسابات متخربطت. قم عيد الحسابات من أول جديد. صحيح. لعبت مع لاعب ثاني زين. هاللاعب كان متمرس بعد من أصول فلبينية. نعم. زين بس تعبت اصول فلبين بدون ما اذكر لاعبين. ماني باكياو لبطل عالم فلبيني فمتمارسين باللعبه ولعبتهم هوايتهم اللعبه هذه. لعبت معاه بعد يعني رغم اني كنت مبتدئ زين. نعم. مرتين طاح نوك داون عاد علي الحكم وفاز. خلاص المهم اني دخلت تركت لي بصمه وطلعت. زين حسين على طاري الأسامي بما أنك أنت ذكرت لي يعني أسامي أجانب يعني متواجدين في لعبة الملاكمة، من هو اللاعب المفضل لك أنت كحسين وشو وليش تحب تتابعه ومن هو هذا الشخص؟ والله نشوف طبعاً أكيد بيدور في بالك الحين يا مايك تايسون يا محمد علي صح؟ والله هذا اللي يدور في بالي. بيدور في بالك لا مايك تايسون لا محمد علي. أنا
قدوتي في الملاكمة، طبعا كل واحد له قدوة، أنا قدوتي في الملاكمة لاعب مكسيكي، لاعب مكسيكي اسمه كانيلا. اسألني ليش؟ ليش؟ الريال زين أهله عائلته معتبرينه كمشروع، مؤسسين من هو صغير، ما مؤسسين عشان بس يفوز يفوز، الفوز ما له طعم، فوز 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 زين، خسر زين كمل مرة ثانية، كمل 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 كمل، عنده خسارات، عنده عنده 50 فايت وأربع خسارات، 50 و52 فايت وعنده خسارات، بس شو لحد الآن مصنف عالميا رقم واحد على وزنه، متربع على العرش. أيوه متربع على العرش، رغم الخسارات اللي عنده، بس اللي يعجبني فيه زين إن أول شيء على وزني زين، وثاني شيء الانتظام والدسم العزيمة اللي فيه، هاي اللي تعجبني فيه، يقول ما في حد نفسه، لا ما حد يقدر يهزمه، وفعلا الهزيمة مش في الخسارة، الهزيمة لما تخسر ما تكمل، وهذا اللي شفته أنا، وين شفته في كانيلو، خسر ما طاح، لا تم استمر النجاح في الاستمرارية. فيوم شفته هالشيء فيه قلت هذا قدوة في الملاكمة، فقدوة في الملاكمة كانيلو. حسين، مع كثرة البطولات اللي شاركت فيها سواء محلية أو دولية، شو هي أصعب بطولة مرت على حسين الشمار؟ أصعب بطولة مشاركاتي كانت في بطولة العالم، لعبت مع مصنف الأول أفريقيا، بطل مغربي حمزة البراري، كانت هاي أصعب بطولة أشارك بطولة عالم، ما أتكلم عن بطولة محلية، لا بطولة آسيا ولا بطولة دولة ولا بطولة الشرق الأوسط، لا بطولة عالم. بطولة العالم ملاكمة. بطولة العالم ملاكمة. أي أصعب مرحلة هذه المرحلة. ليش أصعب مرحلة؟ خبرني شو اللي واجهته سواء في الحلبة قبل الحلبة. لا اللي واجهته من اللاعب كان ضربته شوي قوية. ومتمكن. إيه متمكن طبعًا، بطل عالم، هذا مصنف أول أفريقيا. أنت ما تكلم مصنف أول في آسيا. نعم. في أفريقيا، أفريقيا أكبر عن آسيا. نعم. وما بالك مصنف أول أفريقيا. أكيد خبرتها بتكون واسعة في الرياض. خبرة واسعة، والريال عنده خبرة، يعني فتشت ورا الريال طلع الريال له باع طويل. له باع طويل، له مسيرة طويلة في الملاكة، أطول عني أنا. وأكبر عني بعد في العمر، وخبرته يعني يكفي الخبرة اللي عنده، فما وقفتني، رجعت من بطولة العالم وشديت على عمري في التمرين، قلت لا هو ما أحسن عني بشيء. حسين، لو تكلمنا عن أهم بطولة شاركت فيها شو هي كانت؟ طبعاً يقول لك ختامها مسك، آخر بطولة كنت مشارك فيها في بطولة الدولة، هي بطولة الدولة، ها قبل الأخيرة بطولة الدولة، حققت فيها إنجاز في تاريخ الملاكمة في الإمارات، ما حد سواها، قاضيتين في بطولة واحدة. يا سلام، قاضيتين، الحمد لله لك يا رب، ولله الحمد، من بعد الإصرار اللي عندي والعزيمة اللي عندي والخسارات اللي كنت أخذها قبل، اللي خلتني بعد كل خسارة أرجع واشتغل على عمري، اشتغل. طبعا هالاشياء اللي اكلمك عنها الاشياء الغير مرئيه. نعم، غير مرئيه في النجاح، الاشياء المرئيه طبعا قلت لك، الاشياء الغير مرئيه، المرئيه اللي هي الاصرار والتمرين وصحه النشاط الصبح، وتمرين مرتين الى 3 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم، 4 مرات في اليوم، الصبح تي الظهر تي العصر تي بالليل، شو من البال بيكون عليك؟ اكيد هو شوف، في مسؤوليه كبيره على اللاعب. نعم. وخاصه لعب الملاكمه العبادات الفرديه، فعلا العبادات الفرديه، يعني انت ممكن تكون حامل على كتفك مسؤوليه نادي من خلال مشاركتك انت في بطوله معينه. نعم صح، ما مسؤوليه نادي، تخلى من النادي كامل. النادي بتكون في الدوله. نعم، بس يوم يصير خارج الدوله مسؤوليه دوله بكبرها. على طاري الدولة، أول بطولة لعبت فيها باسم الدولة كانت بطولة آسيا،
بطولة آسيا مقام في دبي. وأيضا لعبت مع مصنف الأول في آسيا. أنت نصيبك في الأول ليش؟ كل والله العظيم إذا برجع لك في مبارياتي، والله العظيم في كل بطولاتي ألعبها زين كل مع مصنف أول أول أول. نفس الحين آخر بطولة كانت بطولة آسيا، كانت في الصين، بطولة آسيا بالصين، لعب مع مصنف الأول في الملاكمة اللي هو البطل الأردني غني عن التعريف، بطل ملاكم عشيش، زياد عشيش الكل يعرفه. نعم. لعبت معه، وقبل قبل قبل قبله لعبت مع مصنف الأول بالمغرب بطولة العالم، وقبل بطولة العالم لعب مع مصنف اللي هي بطولة آسيا، أول بطولة حقي شاركها باسم الدولة. بطولة آسيا كانت في دبي، لعبت مع مصنف الأول في أوزبكستان، في كازاخستان، الكل يعرفه بعد. فهاي الأشياء كلها يوم ألعبها أنا، والحمد لله لك يا رب ألعب، لو إني أخسر هاي أنا ما أعتبرها خسارة، أعتبرها بداية نجاح ودرس، في خبرة في رصيدي. حسين خبرني عن البطولات، كم بطولة شاركت فيها وكم بطولة جبت فيها مركز أول؟ طبعا في مجال البطولات المركز الاول في عندي عده ذهبيات في طبعا في الامارات، طبعا البطولات كلها كانت في الامارات، بين الجمال في دبي، الشارقه، عجمان، ابو ظبي، كنت اسير وشارك زين الحمد لله، اشارك ذهبيه لين اخر بطوله كانت اللي هي اقوى بطوله كانت في الدوله، اللي هي اخر بطوله بطوله الامارات المفتوحه، كان مشاركين فيها 180 لاعب. بعد هذه الانجازات وتوالي الانجازات، شو حلمك، شو طموحك بعد انك تكون شخص ولاعب محترف في رياضه الملاكمه؟ انا حلمي من طرفي، انا اول شيء اني ما اوقف لعبه الملاكمه، وثاني شيء أمثل الدولة أفضل في أفضل وأرقى تشريف أقدر إني أمثل فيه للدولة، وثالث شيء إني أكون بطل عالم مصنف أول عالميا. حسين خبرني عن شعور أهلك يوم ترجع من بطولة مصاب أو إنك يعني خسران في بطولة معينة. والله شوف، بشكل طبيعي ما في ولا واحد يحب يشوف ولده ينضرب اكيد، بس عيوني يكلموني حسين انا اكون فايز ولا خسران، حسين شو تبغى باللعبه، شو تبغى، اترك اللعبه، انت وين طلعت هاي اللعبه؟ اقول لهم انا خلاص حبيت الملاكمه، وانا فعلا انا الوحيد من شله العائله اللي دخل الملاكمه، وان شاء الله مني انا راح تمت الملاكمة في شجرة عائلتنا نحن. ففي كل عائلة لازم، وما في أحد يحب يشوف ولده إنه ينضرب أو ينصاب أو هذا، بس أقولهم إنه خلاص الرياضة حبيتها زين وما أقدر أخليها. هدفك إنك توصل إنك تكون لاعب منتخب وتكون لاعب متمرس في رياضة الملاكمة، أكيد شيء مو بسهل. طبعا في صعوبات، طبعا في عقبات، في مشاكل يواجهها الرياضي وتمر عليه في حياته في التمرين. انا ذكرت لك هالشيء. نعم. يوم تنزل في اليوم 2 إلى 3 كيلو، اشوفك تزعلت، ما نزعلت، تنزل في اليوم 2-3 كيلو، تخيل تقدر شويه، شو من البؤس اللي بيضربك، شو من البؤس اللي بيضرب. اكيد حسين، لما تنزل 3-4 كيلو في اليوم وتنام بدون اكل، شو الشعور اللي بيجيك؟ طبعا اسوأ شعور بيمر على بالك، بيمر في بالك، الرقاد ما يجيك من اليوع. ليش تجهيزك لهالملاكمه هذه، تجهيزك لهالمباراه، جانب تنزيل الوزن وايد صعب. يعني انا يوم العب بطوله، نعم، عندي مبارتين، تكون عندي مباراه واحده على فكره. ايوه، المباراه الاولى مباراه تنزيل وزن، نعم، اذا نزلت وزني انا اشوف عمري فايز. المباراه الثانيه تكون سهله، ليش؟ لانك انت خلاص انت متمرس، مسوي تكنيك مضبطين تكنيك
التقنيات اللي عندك. نعم. زين ان شاء الله على ال 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 السايق اللي وراك زين اللي يقودك. نعم. بيقودك لطريق. خبرني حسين عن الأشخاص اللي كنت متوقع أنها تكون جنبك يعني أو مساندة لك وخذلتك في يوم من الأيام. في وايد ناس بس بدون ذكر الوعود بس يعني أقول لك عنه عطوني يعني مشينا في درب وتركوني في نص الدرب. أنا قاعد هنا أمشي في الدرب بروحي. شو كان التأثير حسين بعد هذا الخذلان بعد هذا الترك اللي هم تركوك إياه تركوك في منتصف الطريق مثل ما قلت لي؟ تأثير إيجابي. سألني كيف تأثير إيجابي؟ ليش؟ تأثير إيجابي هالأشياء كانت أستمد طاقتي منها. ألعب ملاكمة أقول لا أنا قدها. هم ليش خذلوني؟ خذلوني يقول ريال زين ما قد الملاكمة، فأنا أصر على عمري وإصرار وعزيمة وبالعكس أشكرهم على هذه على خذلانهم. أشكرهم على خذلانهم لي أنا. ليش؟ لأن لولا خذلانهم هم ما كنت شديت على نفسي زين وتميت في مجال الملاكمة أحفر وأحفر 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 أحفر لين ما وصلت هالمرحلة لله الحمد. أنا صديق حسين الشمار وعلاقتنا وايد ويا بعض، سافرنا جميع البطولات أنا كنت معه، خذيت تمرنت وياه وخذيت منه خبرة واستفدت منه وايد. أكثر شيء يعني أكثر خبرة أخذتها من حسين الالتزام والصبر والتحمل والاستمرار. فنقطة ضعف اللي حسين يمكن التوتر وعنيد، نقطة القوة اللي عنده قوة كبيرة ما شاء الله، يعني إيده قوية ما شاء الله، عنده قوة إيد. لعبنا بطولة عالم أنا كنت مع حسين، وحسين دخل البطولة مع لاعب مصنف أول عالمي مغربي، فهجوم حسين كان مؤثر وايد على اللاعب. فهذا أكبر بصمة أنا أشوف أن حسين تركها في بطولة عالم، وأول بطولة عالم يلعبها حسين يشارك فيها. فالناس يعني شد انتباه الناس، كانوا يتكلموا عن حسين. حسين كشخص إنسان طيب، إنسان يعني يقدر الشخص إنه يوثق في حسين. في مسيرة الملاكمة وايد ناس خذلت حسين وأقرب الناس له، فهو اكتشف إنه يعني خذلان يوم من مسيرتهم. وأنا كشخص وقفت مع حسين في جميع البطولات وساندت حسين، وللحد الآن أنا معه. أنا كملاكم أميز حسين عن باقي اللعيبة بشيء واحد، بالإصرار والعزيمة والطموح اللي عند حسين. الطموح اللي عند حسين ما شفته في أي ملاكم إماراتي، يعني حسين يطمح لشيء وايد وايد كبير. يعني أنا كملاكم لحد الآن ما طمحت في هالشيء. أتمنى كل التوفيق لصديقي حسين الشمار، ووعد مني راح أوقف معاه في جميع البطولات وراح أكون معاه في جميع التدريبات، وأتمنى توصل للشيء اللي أنت تبغاه. حسين الشمار طبعا ابني قبل ما يكون لاعب يعني معايا،
وطبعا هو بيتمرن معي من فتره كبيره، من مثلا تقريبا حوالي 2007 2008. حسين ملاكم قوي وعنيد، ويبقى مصر على انه يلعب ويفوز يعني. واثق من نفسه كويس جدا لانه متمرن كويس، والثقه دي يعني احيانا بحس انه عنده نوع من الغرور، ولكن هو بيحاول انه يتحكم في الحته دي بالذات يعني. انا بتمنى اشوفه بطل اولمبي يرفع علم دوله الامارات، لان دوله الامارات دي تعتبر وطننا الثاني، وشيء يشرفنا لما علم الامارات يترفع في جميع المحافل الدوليه. اوجه له اقول له ربنا ان شاء الله يعني يقويك، وعايزك تنتظم في التدريب، وإياك والغرور. إن شاء الله نشوفك في يعني الكثير من المحافل سواء المحلية أو الدولية، ونشوفك أيضا رافع علم دولة الإمارات العربية المتحدة في كل مكان. والله الدولة ما مقصرة ويانا بأي شيء، ما مقصرة الحمد لله لك، ما مقصرة. من قامت الدولة 52 سنة، من تقدم إلى تقدم، من تقدم إلى تقدم، والحمد لله الحمد لله ما مقصرين بأي شيء. الحمد لله رب العالمين. خلاص خلصنا الحوار، يلا قم ورانا أبوي جولة ثانية. سير تكلمت وايد ما شاء الله عليك، سير بلريقك. أيوة تعال الحلبة، أنت خليك جاهز. أنت خليك جاهز. أوكي أنت خليك جاهز. يلا يلا. تعد يا كابتن عادل، خلاص لا 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 لا، الموضوع قلب جد صراحة، الموضوع قلب جد، قام يضرب جد يا كابتن عادل، لا 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 خلاص. شوف حط أفر، ما شاء الله حط أفر. ما شاء الله ما شاء الله على التمرين. ها وين وين الرئيس، وين الرئيس، اي رئيس، وين الرئيس كابتن عادل، وين الكلام؟ دخل فيني 10 بلد يقول لي رئيس، والله العظيم. لا هذه الملاكمة، هذه الملاكمة. يعطيك العافية حبيبي. انا طبعا استمتعت وياك في الحلقة اليوم، في الحوارات الجميلة، في الأسرار اللي تعرفناها في حياتك، على تحدياتك، على الأشياء اللي مريت فيها، الصعوبات والإنجازات والنجاحات. كابتن عادل احنا نتشكرك بتواجدك اليوم في حلقتنا، في حلقة برنامج أبطال الإمارات، ونتمنى أن نشوفك مرات جديدة إن شاء الله، نشوفك مع أبطال يعني عندهم إنجازات أكثر وأكثر إن شاء الله. إن شاء الله أكثر من حسين إن شاء الله، أكثر من حسين بس أخف ضرب، أخف ضرب أي، لأنه خايف هو ضرب واحد من ضربة. هو على فكرة ترى متحلف لي من قبل لا نجي النادي، قال لي تعال وهو بس بيجيبك بس. هاي شوف وقت الحيلة سحب رجلي والله الحيلة. أيوة أيوة. أنا قايل لك، أنا قايل له برا الحلبة غير وداخل الحلبة غير. ما شفت وما شفت. شفت. يعطيكم العافية، أنا راح أترككم بتكملوا تمرينكم الجميل، وأنا أروح أختم حلقة اليوم، شو رأيكم؟ يعطيكم العافية. شكرا. أمان الله، الله يحفظكم. شكرا. مثل ما شفنا قصة التحدي عند حسين الشمار، هذه القصة اللي راح نوثقها في برنامج أبطال الإمارات. تعرفنا على سيرته الذاتية، وتعرفنا على قصص من تحدياته، وتعرفنا على الناس اللي كانوا سبب في أنه يقوون العزيمة والإصرار عنده علشان يوصل لمنصات تتويج ويستوي بطل عالمي ودولي. مشاهدينا، في عندنا قصص كثير وأبطال كثير
في برنامج أبطال الإمارات، والحين أودعكم وأقول لكم في أمان الله. ضيف حلقتنا اليوم مع نجم منتخب الإمارات للملاكمة ونادي الفجيرة للفنون القتالية، الملاكم حسين الشمار. خليكم معنا هنتعرف على تفاصيل حياته وأسرار لأول مرة يتكلم عنها. استنونا.